بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثامن. وأن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع المسلمين أن يتقنوا صلاتهم، أن يتقنوا صلاتهم ولا يقومون إلا بعد تمام السلام تسليمتين. والمكان الحمد لله المكان واسع، يحتاج إلى هذه، لا يحتاج إلى هذا التحفز والسرعة. أما الدرس نقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مالك تضحك أنت، ما يصلح هذا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، هو الركن الخامس. وقد فرض على المسلمين في السنة التاسعة على القول المشهور، فرض في السنة التاسعة على القول المشهور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، نظرا لأن المسجد الحرام لم يتخلص من المشركين وشرهم، فتأخر صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس نيابة عنه صلى الله عليه وسلم، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الأمر الإلهي، فمنع المشركون من الدخول إلى الحرم لأنهم نجس، بمعنى أن الشرك نجاسة، الشرك نجاسة، نجاسة في العقيدة، نجاسة معنوية يطهرها التوحيد. هذه النجاسة ما يطهرها الماء كسائر النجاسات، وإنما يطهرها التوحيد، وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها، وشهادة أن محمدا رسول الله والعمل بالشهادتين. هذا هو الذي يطهر المشرك ويصير به موحدا طاهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الأمر الإلهي ومنع المشركين، فلما خلى الحرم من المشركين حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة، هذا باتفاق أهل العلم، وتسمى حجة الوداع. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا هذه الحجة، ما حج إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع. سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع من هذه الحجة مرض صلى الله عليه وسلم، وتوفاه الله في شهر ربيع الأول. وفي هذه الحجة أنزل الله عليه قوله تعالى وهو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية العظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام، ولحق بربه عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال صلى الله عليه وسلم إني تارك ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله
وسنتي. أما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 4 مرات، 4 عمر. العمرة الأولى عمرته عام الحديبية، عام الحديبية السنة 7 من الهجرة، لما جاء هو وأصحابه ونزلوا بالحديبية على حدود الحرم من الجهة الغربية الشمالية تسمى الآن بالشميسي، صده المشركون ومنعوه من دخول الحرم، وبعد المفاوضات مع المشركين تم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم من باب المقاضاة. فنحر صلى الله عليه وسلم هديه في الحديبية وحلق رأسه، وأمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، عملا بقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. هذه واحدة، واعتبرت عمرة، اعتبرت عمرة. العمرة الثانية عمرة القضية أو المقاضاة، وهي التي تصالح مع المشركين عليها أن يعتمر من عامه القادم. فقدم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وأدوا العمرة، خلى المشركون بينه وبين دخول المسجد الحرام، فأدوا عمرتهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، والفتح هو صلح الحديبية، سماه الله فتحا، وأنزل فيه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. هذا صلح الحديبية، سماه الله فتحا مبينا لأنه صار في صالح المسلمين، في صالح الإسلام والمسلمين، وترتب عليه خيرات كثيرة للمسلمين. العمرة الثالثة لما غزا حنين بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان، ثم غزا حنين هوازن، قبيلة هوازن في الطائف، واجتمعت على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فتح مكة خافوا على أنفسهم، خافت هوازن وهي قبيلة عظيمة حوالي مكة، خافوا على أنفسهم فتجمعوا وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه الخبر عن تجهزهم أعلن الغزو، واجتمع معه من المسلمين ما يزيد على 10,000 من المقاتلين، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم والتقى بهم في وادي حنين، في وادي حنين عند الشرائع، ونصره الله عليهم، وغنم المسلمون منهم مغانم كثيرة، ثم إنهم أسلموا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السبايا التي أخذت منهم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأحرم بالعمرة من الجعرانة لأنها على طريقه، داخلا إلى مكة، أحرم بعمرة عليه الصلاة والسلام. أما دخوله مكة الأول لم يحرم، لأنهم كانوا لابسين للسلاح وجاءوا غزاة، فلم يحرم صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة في رمضان، لأنهم جاءوا غازين ولابسين للسلاح. لكنه اعتمر لما رجع من حنين في شوال، هذه تسمى عمرة الجعرانة، وهي الثالثة. العمرة الرابعة العمرة التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل
لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فأحرم قارنا، وكل من ساق الهدي معه أحرموا قارنين. أما الذين لم يسوقوا الهدي فإنه أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة ثم يحرمون بالحج فيكونون متمتعين، تحولوا من قران وإفراد إلى متمتعين، هذا الذي لم يسق الهدي من أصحابه. الحاصل أن الحج هو أحد أركان الإسلام، وهو يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله الحج في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. ولكن الحج إنما يجب على المستطيع، المستطيع من استطاع إليه سبيلا، وذلك بأن يجد الزاد الذي يبلغه الحج، يعني يجد النفقة التي تبلغه الحج وتكفيه في سفره ذهابا وإيابا، ويؤمن لأولاده وأهل بيته، يؤمن لهم ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، ويجد الراحلة والمركوب الذي يبلغه، يجد المركوب الذي يبلغه في كل وقت بحسبه، على الدواب أو على السيارات أو على الطائرات، في كل وقت بحسبه، أو على البواخر، يجد ما يبلغه، يجد وسيلة النقل التي تبلغه إلى الحج. هذا معنى قوله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا، أي وجد الزاد ووجد الراحل. والحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، وهذا من رحمة الله عز وجل، لما كان الحج يؤتى إليه من مسافات بعيدة ويحتاج إلى مؤونة وفيه مشقة، خفف الله عن عباده فجعل الفريضة مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد الرجل السؤال وقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتقرر بهذا أن الحج فرض على المسلم بشرط الاستطاعة، استطاع وجود السبيل إليه، وأنه مرة واحدة في العمر، وأنه ما زاد على المرة الواحدة فإنه يكون تطوعا. والحج له وقت، الحج أشهر معلومات، له وقت محدد، وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه، لا يحرم بالحج قبلها ولا بعدها، وإنما يكون إحرامه في هذه المدة. الحج أشهر معلومات. أما العمرة ليس لها وقت، كل السنة وقت للعمرة، في أي وقت تأتي وتعتمر فلك ذلك. العمرة مفتوحة
طول السنة، ولكن الناس الآن اعتادوا جعلها في رمضان، والعمرة في رمضان لها فضل. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. لا شك أن العمرة في رمضان لها فضل، ولكن لا تنحصر في رمضان، كل أشهر السنة وقت للعمرة، والمسلم يتبع الأسهل عليه والأيسر له. إذا كان الاعتمار في رمضان يسيرا عليه فهذا أفضل ما لا شك، وإن كان الاعتمار في غير شهر رمضان أيسر له وأسهل عليه فإنه يعتمر في غير رمضان. الأمر ولله الحمد على السعة في العمرة والسهولة. هذا، ونؤجل بقية الحديث عن العمرة والحج وأحكامهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن: إذا سهى الإمام وقام إلى ركعة زائدة والمأموم يعرف أنها زائدة، ماذا يعمل؟ يجب عليه أنه ما يتابع، أنه يجلس ولا يتابعه في ركعة زائدة، ولكن عليه أن ينبهه بأن يقول سبحان الله، عليه أنه ينبه الإمام، فإن لم يرجع فإنه هو لا يتابعه، يجلس حتى يعود الإمام ويسلم معه ويسجد معه سجود السهو. نعم. هذا يسأل عن زكاة الدين، يسأل عن زكاة الدين. الدين الذي لك عند الناس هو ملكك، يجب عليك أن تزكيه كما تزكي المال الذي عندك، إلا إذا كان الدين على معسر أو على مماطل ولا تدري هل تحصل عليه أو ما تحصل، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه. إذا قبضته وتم عليه سنة بعد القبض تزكيه، أما ما دام أنك ما تدري هو يجي ولا ما يجي، لأن المدين معسر أو مماطل ولا تدري هل تحصل على الدين أو لا، لا يجب عليك زكاة حتى تقبضه. أما الدين الذي تثق من حصوله لأنه عند موسر وباذل، فهذا تجب عليه الزكاة كل ما حال عليه الحول وإن لم تقبضه، لأنك لا تخاف عليه. نعم. ألا يسأل عن صلاة الجنازة إذا كان ما هو على وضوء، هل يتيمم لأنه راح يتوضأ تفوت عليه صلاة الجنازة؟ لا، ما تصلي إلا على وضوء. صلاة الجنازة ما هي بواجبة، إذا أنك ما أنت على استعداد فلا يلزمك أنك تصلي عليها، إن كنت على وضوء صل عليها، إن كنت ما أنت على وضوء صلون عليها المسلمون ويكفون إن شاء الله. هذا يسأل يقول: عندي مبلغ من المال جمعته للزواج، لمؤونة الزواج، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، تجب الزكاة في المال الذي يحول عليه الحول، سواء تريده للتجارة أو تريده للنفقة أو تريده للزواج، المهم أنه مال يبلغ النصاب حال عليه الحول تجب فيه الزكاة دون نظر إلى نيتك فيه. نعم. هذا يسأل عن إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة، وإزالة شعر الساقين والذراعين والجسم. أما شعر الوجه فلا يجوز إزالته، لأن هذا هو النمص، هذا هو النمص، فلا تزيل شعر وجهها إلا إذا كان مشوها، إذا كان خارج عن العادة ويشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان أنه عادي ولا يشوه وجهها فلا يجوز لها إزالة، لأنه يدخل في النمص. النمص هو إزالة شعر الحواجب، ويدخل فيها أيضا إزالة شعر الوجه المعتاد عند بعض العلماء. إزالة شعر الحواجب هذا نمص بالإجماع، أما إزالة شعر الوجه فيرى جمع من أهل العلم أنه أيضا من النمص، فالمرأة تتجنب هذا. أما إزالة بقية شعر الجسم، الساقين والذراعين، فلا بأس بذلك، ما في بأس. نعم. ألا يسأل: إذا خرج الإنسان من المسجد مدة قصيرة ثم رجع، هل
تشرع له تحية المسجد؟ نقول إن كان إنه نوى الرجوع يوم يخرج وهو ناوين الرجوع والمدة يسيرة ورجع فلا يشرع له تحية المسجد، لأنه في حكم الباقي في المسجد، في حكم الباقي في المسجد. أما إذا طالت المدة أو خرج ما نوى الرجوع لكن بعد ما خرج رجع، هذا يؤدي تحية المسجد، يؤدي تحية، يشرع يستحب له أن يؤدي تحية المسجد. هذا يذكر الاستخارة، إذا صليت صلاة الاستخارة ودعوت بالدعاء هل تذكر الشيء الذي تستخير فيه؟ نعم تذكر الشيء الذي تستخير فيه، تسمي حاجتك، الزواج تقول إن كان هذا الزواج، إن كانت هذه التجارة، إن كان هذه الشركة أدخل خيرا لي، تسمي حاجتك التي تريد وتستخير الله جل وعلا فيها. نعم هذا يسأل عن حكم الجوائز اللي تعملها الشركات أو محلات التجارة مع السلع، هذا أمر لا يجوز، هذا لأن هذا إضاعة للمال، وأيضا هذا معناه إن الناس يتهالكون على محل واحد يشرون منه ويتركون بقية المحلات، وهذا يضر بالناس. وهذه الهدية ما أجك مجانا، هذه أخذين ثمنها منك، مزودين ثمن السلعة بما يقابل الهدية، ما أعطوك إياه تبرع، فهذا الأمر لا يجوز. ولا تذهب إليهم علشان تأخذ الهدية، لا تروح لهم علشان تأخذ الهدية. نعم هذا يسأل عن صلاة الجماعة، صلاة في جماعة تعدل 24 صلاة أو 27 صلاة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على فضل الجماعة، صلاة في جماعة على صلاة الفذ. صلاة الفذ عن صلاة واحدة، والصلاة في جماعة عن 27 صلاة، وين الفرق بين واحدة و27؟ هذا يدل على فضل صلاة الجماعة وأن الله يعطيه أجر 27 صلاة. أما إذا صلى وحده من غير عذر فليس له أجر إلا صلاة واحدة. أنت لو قال لك واحد تخير أعطيك ريال ولا أعطيك 27 ريال، ها تقول أبي الريال؟ لا، لو تأخذ الريال قالوا الناس أنت ما أنت بعاقل، أنت لست عاقلا، أنت سفيه، كيف تترك 27 ريال وتأخذ ريال؟ فالذي يصلي يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده هذا سفيه، لأنه ترك الربح وتجارة الآخرة لا لشيء إلا للكسل، فهذا في الحقيقة تفريط وإضاعة. بقية سؤاله صلاة الرجل في الفلات، الرجل اللي ما عنده جماعة ويأذن في الفلات ويصلي، هذا له أجر عظيم، وتشهد له الأرض التي تسمع نداءه في الصلاة الأذان وهو يصلي وحده لأن ما عنده جماعة، أما لو كان عنده جماعة فلا يجوز يصلي وحده ولو هو في الفلات، لو كانوا اثنين فأكثر لا يجوز لكل واحد يصلي الحال، يجب عليهم أن يصلوا جميعا. نعم هذا يسأل عن صدقة الفطر، وين يخرجها المسلم؟ يخرجها في البلد الذي يتم الشهر وهو فيه إذا حضر، لأنها تابعة للبدن، زكاة البدن. وإن وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس بذلك، يجوز تخرجها في بلدك أو تخرجها في البلد الذي أنت فيه. نعم هذا يسأل عن إمام مسجد يصلي التراويح 4 ركعات والتهجد 4 ركعات، هذا حرم نفسه وحرم الجماعة اللي يصلون خلفه في هذا الشهر العظيم وهذه العشر، الواجب الاجتهاد في هذه العشر زيادة التهجد والصلاة. أما أنه يقصر الصلاة إلى هالحد، يعني عدد الركعات إلى هالحد، هذا بخل على نفسه، وأيضا جنى على الجماعة اللي يصلون خلفه، حرمهم من التهجد، حرمهم من التراويح، حرمهم من الاجتهاد في هذه العشر الأواخر. نعم فهذا في الحقيقة ما يصلح أن يكون إماما، الإمام يراعي مصالح المأمومين، ما يضيع عليهم الأجر ويضيع عليهم هذه الأيام، هذا ما يصلح إمام، هذا يكون غاش لرعيته. فالواجب على الأئمة وفقهم الله
الواجب عليهم أن يجتهدوا في هذه العشر ويصلون مثل المسلمين في المساجد، يصلون التراويح تامة، يصلون التهجد تاما، علشان هذه الأيام ما هي دائمة، يعني أيام قليلة وتروح، فإن حفظتها واجتهدت فيها وجدتها عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا التلاعب أنه يصلي أربع بأول الليل وأربع بتال الليل وباقي الليل وين يروح، باقي الليل وين يروح، حرمت نفسك وحرمت جماعك. نعم، هذا يسأل عن تقبيل اليد، ما له داعي تقبيل الأيدي، لكن بعض العلماء يرخص في تقبيل يد ولي الأمر أو العالم أو الوالد، ثلاثة عند بعض العلماء يجوز تقبيل أيديهم، الوالد والعالم ولي الأمر، ولكن الأولى أنه يترك هذا العمل. هذا يسأل عن رجل يبيع حلويات يتبين في مكوناتها دهن الخنزير، إذا صح هذا أن هذه الحلويات أو المعجنات فيها شيء من دهن الخنزير فهي حرام، حرام، لأن الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو حرام، ما يجوز، لا قليله ولا كثيره، ولا منفردا ولا مخلوطا مع غيره. يقول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا الخطيب يذكره؟ نعم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الخطبة أو في الصلاة أو صلي عليه، لكن سرا، ما ترفع صوتك بذلك، بينك وبين نفسك. تقبيل الحجر الأسود سنة، ما هو بواجب، سنة، ولا يقبل إلا في الطواف فقط، طواف تطوع أو طواف عمرة أو طواف حج أو طواف نذر تقبل الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده الشريفة ثم قبله عليه الصلاة والسلام، فنحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل هل تصح صلاة الجنازة، يعني الصلاة على الجنازة داخل المقبرة؟ نعم، الصلاة على الجنازة تستثنى، يصلى عليها داخل المقبرة، إنما النهي عن الصلوات الأخرى، أما صلاة الجنازة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، لما فاته أن يصلي على الجنازة صلى على القبر عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على الجنازة أو على القبر لمن فاته الصلاة عليها قبل الدفن هذا مشروع. نعم، هذه تسأل، الظاهر أنها امرأة، تقول إن زوجها يلزمها بأن تقص شعرها على أنماط يرغبها وتصبغ، لا تطيعي زوجك، حرام هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، والمرأة توفر شعرها لأنه جمالها، وفي قصه تشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ألا يجوز قص الشعر لا سيما على هذه الأنماط؟ وإذا قصت شعرها وبالغت حتى جعلته كشعر الرجل فهذا حرام، لأنه تشبه بالرجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم، هذا يسأل سؤالين، السؤال الأول هل يجوز تلاوة القرآن بالمقامات المستخدمة للموسيقى؟ أعوذ بالله، من يعمل هذا؟ ما يجوز تلاوة القرآن مع الموسيقى، يجعل مثل الغناء المحرم واللهو، هذا حرام، يصان كتاب الله عز وجل عن هذا العمل. والسؤال الثاني
يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر يصلي غير الرواتب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي صلاة الليل، كان يصلي صلاة الليل تهجد أينما توجهت به راحلته، يصليها وهو يسير في الطريق أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام، ويصلي راتبة الفجر، لا يترك راتبة الفجر التي قبلها. أما بقية الرواتب فإنه لا يصليها، إذا قصرت الصلاة ألا تصلى الرواتب التي معها. نعم، ما عدا صلاة الفجر. الرضاع أنا قلت لكم كم مرة، الرضاع يحتاج إلى بينه ومعرفة لعدد الرضعات، وهذا لابد من إحضار المرضعة وأخذ المعلومات منها أو شهود يشهدون به، وهذا يكون عند القاضي أو عند المفتي المعتمد. نعم. هذا يسأل يقول: كيف أعرف القبلة إذا كنت في بلد غير بلدي؟ تسأل يا أخي، تسأل أهل البلد، تسأل المسلمين البلد يدلونك على القبلة، أو إذا كان فيه مساجد تشوف المساجد، تشوف محاريبها تعرف القبلة. هذا يسأل عن شحن الجوال من المسجد الحرام. قلنا لكم الفجر في درس الفجر إن هذا لا يجوز لأنه غير مسموح به، إذا كان عندكم إذن من الرئاسة لا مانع، ما عندكم إذن ما يجوز هذا. نعم. هذا يسأل عن إنسان ما يستطيع الصيام، كبير، لأنه كبير ولا يستطيع الصيام، هل الإطعام عنه كل يوم ولا يجمع في وقت؟ لا بأس، يجوز الأمران، يجوز أنه يطعم عن كل يوم بيومه، ويجوز يجمعها جميع ما يقابل الأيام كلها، يجمعه جميع ويدفعه للفقير. هذا يسأل عن حكم اللي يعتكفون عند القبر، عند قبر رجل صالح، هذا فعل الجاهلية، الجاهلية يعكفون على أصنام لهم كما ذكر الله عن بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الاعتكاف عند القبور مثل الاعتكاف عند الأصنام، عبادة لغير الله عز وجل. الاعتكاف إنما يكون في المساجد، في بيوت الله، قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. اعتكاف المسلمين يكون في المساجد في بيوت الله، ما يكون عند القبور، هذه وثنية والعياذ بالله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.